السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حقيقة الأمراض، ويعني في هذه الحلقة سنتكلم عن التهاب اللوزتين عند الأطفال. وهذا الالتهاب هو على نوعين، فيروسي أو بكتيري، يعني هذا ستريبتوكوكس بايوجينيس، وقد يكون فيروسي. فالحالات التي يكون فيها هذا الالتهاب، التهاب اللوزتين فيروسي، هو الحالة الحادة التي ربما لا تنفع معها هذه المضادات الحيوية، لأن الفيروسات طبعا لا تقضي عليهم هذه المضادات. لكن الحالات البكتيرية، يعني هذه الالتهابات البكتيرية هذه يعني تعالج بسرعة من طريق الأنتيبايوتيك، ولكن مع هذه الأدوية فأغلب النساء وحتى الآباء وحتى الأطباء لما يصاب أطفالهم بهذه هذا الالتهاب اللوزتين اللي أصبح يعني ظاهر عند نسبة عالية، وليس هناك يعني طفل طبعا لم يمر بهذه الأشياء، وعاد تردد هذا المرض. فهناك من يصاب به 10 و11 مرة في السنة، هناك من يصاب مرة أو مرتين. فعموما هناك أطفال يعني عانوا وقاسوا من هذا الالتهاب اللوزتين بسبب أخطاء بسيطة تأتي من الأمهات ومن الآباء، حتى ولو كانوا هذه الأمهات والآباء أطباء نيت أنفسهم. فطبعا دائما يكون الناس دائما يعولون على الأنتيبايوتيك، على الدواء الذي يشترونه من الصيدلية، والذي يعني هذا الذي يصفه الطبيب، لكن لا يفعلون شيء مع هذا الدواء. فهذا الطفل إذا لم تكن مناعته مرتفعة يعني كافية وأخذ هذا الدواء، فربما تتكون عنده بكتيريا. هذا الدواء لا يعطي شيء مع مناعة منخفضة، ثم تتكون لديه جراثيم مقاومة أو مناعية، جراثيم مقاومة لهذا المضادات، مقاومة للمضادات الحيوية، هذه الانتيبايو ريزيستانس. والانتيبايو ريزيستانس يعني في العالم كله يعني تمشي بواحد الوتيرة خطيرة الآن، أن أصبحت الأدوية لا تفيد في هذه البكتيريا التي تكتسب يعني مناعة وتكتسب يعني قوة الريزيستانس هذه يعني. فكي تكون هذه المناعة مرتفعة يجب أن تمتنع النساء عن يعني إطعام أطفالهم أو إعطاء أطفالهم كل المواد التي تخفض المناعة. هناك من يسأل عن أشياء تزيد في المناعة، ليس الأشياء التي تزيد في المناعة هي المهمة، لكن أهم منها الأشياء التي تخفض المناعة. فعلى الأقل أثناء العلاج هذا الطفل لما يصف له الدواء طبيب دواء فهذه الفترة أسبوع، غالبا أسبوع، يعني تقدر الطبيب يمدد امتداد الدواء حتى 10 أيام. لكن في هذه الفترة كل الأمراض التي تعالج بالأنتيبايوتيك، كل الأمراض التي تعالج بالمضادات الحيوية، يعني أي تعفن يعني جرثومي، فعلى الأقل هؤلاء الأطفال 2 و3 و4 و10 و12، هذه الأطفال أثناء هذه الفترة التي يأخذون فيها مضاد حيوي يجب أن يمتنعوا عن جميع المواد الصناعية، لأن المواد الصناعية، المواد الغذائية المصنعة التي مرت من البروسيس، إما الباستوريزيشن إما ستيريليزيشن، يعني إما كاين غير تقريبا الستيريليزيشن والباستوريزيشن الآن، يعني حتى النقاقين القرنية تعقم. فهذه المواد تحتوي على هذه الأغذية أو المواد الغذائية تحتوي على مضافات غذائية، مضافات يعني جمع مضافات، فيها الملونات، فيها المحفظات، فيها المنكهات، فيها المحمضات، فيها المجمدات، فيها المحسنات المذاق، فيها أشياء كثيرة، وهذه الأشياء هي التي تخفض المناعة عند الطفل. ففي هذه الفترة الطفل يجب أن يأخذ يعني نظام غذائي، يعني طبخ المنزل، أن جميع الأشياء التي تهيأ في المنزل، وأن يمنع جميع الأشياء التي تهيأ على مستوى الصناعة، وأن تمنع النساء في هذه الفترة السكر وحلويات وزيوت صناعية. هناك من يسميها زيت الطاولة، يعني الترجمة لويل دو طابل بالفرنسية، يعني انظروا هذا المصيبة اللغوية التي أصابتنا، أصبحنا نفكر بلغة أخرى ونترجم إلى لغتنا، يعني زيت المائدة ترجمها إلى زيت الطاولة، على الأقل زيت المائدة، يعني كما يقولون زيت المائدة، يعني هذه الزيوت المكررة أو الزيوت الصناعية التي تستعمل في الطبخ يجب أن تمنع على هذه الأطفال، لأن فيها الترانس وفيها الأوميغا 6، وهذه فيها كذلك محفظات، فيها البي إتش إي والبي إتش تي، وربما يكون فيها أشياء أخرى. فيجب أن تمنع على الأطفال مشتقات الحليب، مشتقات اللحوم، مشروبات الغازية، البسكويتات، الحلويات، المقليات، المسائل التي تمنع على الأطفال، ويوم تمنع اللحوم السريعة، يستهلك شيء من السمك أو شيء من لحم البقر بسيط يعني هكذا، ولكن من الأحسن أن تمنع عنهم هذه المواد.
وأن أن يتغدوا على طبخ المنزل، يعني خضر وفواكه وبقوليات وحبوب وبقوليات، يعني كل الأشياء التي تطهى في المنزل يتناولونها، ليس هناك مشكل. وأن تكثر النساء لهؤلاء الأطفال من الفواكه، أن الفواكه فيها أنزيمات وفيها مضادات للأكسدة وفيها فلافونويدات جيدة أثناء هذا. فلماذا؟ لأن إذا كانت المناعة مرتفعة فالمضاد الحيوي سيعطي نتيجة 100%، ثم لا تتكون هذه الأنواع المقاومة للمضادات الحيوية الأنتيبيو ريزيستنس، لا تتكون هذه البكتيريا، وهذا الطفل لا يعاودوا هذا الالتهاب. يعني ربما الطفل بعد شهرين أو ثلاثة أشهر نفس الشيء، بعد ثلاثة أشهر نفس الشيء، وتبقى المرأة والأب، يعني الأم والأب، يعني ماشيين من المستشفى وعند الطبيب وعند الصيدلية وفي الليل وفي 12 ليلة وارتفاع الحرارة ولا إله إلا. هناك حالات من اللوزتين، التهاب اللوزتين، هناك حالات تكونت عندها الأنتيبيو ريزيستانس، هذه البكتيريا التي تقاوم هذه المضادات، وبقيت هذه اللوزتين تبقى منتفخة، تبقى منتفخة لا تعود إلى حجمها. ثم يصبح الطفل يصاب بشخير ويصاب حتى بضيق التنفس، وبعد مدة ربما يضطر الطبيب للعملية، ربما الطب يضطر إلى العملية الجراحية لإزالة اللوزتين، وهو ما لا تحمد عقباه، ما لا تحمد عقباه. لا يمكن للشخص يقنعونه أن سيعيش بسلام بدون لوزتين، ومع ذلك اقتنع الناس. ممكن تعيش بدون مرارة، ممكن تعيش بدون معدة، ممكن تعيش بدون لوزتين، ممكن تعيش بدون غدة درقية، ممكن تعيش بكلية واحدة، يعني غريب، ممكن تعيش يعني بنصف طول المعد الغليظ أو القولون، والناس يقتنعون، وجيد وتقدم يعني علمي، يعني سبحان الله، يعني حتى الزائدة لا يمكن شخص أن يعيش عيشة عادية بدون زائدة، حتى الزائدة التي يزيلونها الناس هكذا، ربما أشخاص أزالوها بدون مرض هكذا يزيلونها، لا يمكن. هذا خلق يجب أن يبقى كما خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن ليس هناك شيء في الجسم لا يؤدي وظيفته، جميع الأشياء تؤدي وظيفتها، حتى الجلد يؤدي وظيفة، يعني أنه يحفظ الجسم يعني من التعفنات الخارجية، وأنه يرمي ببعض الأشياء، هناك فتحات ترمي ببعض السموم مع التعرق إلى آخره. فهذا الأطفال يجب أن يكون نظامهم الغذائي طبيعي، وأن يكون طبخ المنزل، وأن يمتنعوا عن جميع هذه المواد. احنا في المغرب نسميه هذه الاشياء السقايط، هذه الاشياء هذه التي تعطى للاطفال، فهذه يجب ان يمتنع عنها، ثم ان ياخذوا اشياء، يعني الاخوان ديالنا اللي في الدول اللي فيها هذه المنتوجات هذه وعندهم شويه فلوس، لان هذه الاشياء هذه غاليه الثمن، ولا يعني لا تؤدى في التغطيه الصحيه، هي لا تحسب مع التغطيه الصحيه، فهي تحسب مع الاكل، وهي لا تعوض. فممكن يشتروا للاطفال يعني غذاء ملكات، وياخذ على حسب العمر يعني 200 ملي جرام حتى 300 ملي جرام ياخذ الطفل يوميا، مع المضادات الحيويه، مع اكل طبيعي، ولا ليس هناك مشكل، ولا يكون مشكل عن طفله، ولا ينزع هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذه التحليل الانتي ستريبتوليزين الاصلو، هذه الاصلو اذا ارتفعت الى 100 او 200 فلا يمكن، هنا الطبيب يضطر الى يعني هذه الى استئصال هذه اللوزتين. وحتى حالات في المغرب، حالات وقعت عندنا، عندهم 200 في الأصل، ونزلت لهذا الأصل، نزلت إلى ما دون 5، والحمد لله. والأطفال كانوا حد التوأم، كان توأم عنده هذا بنت ولد، كان عندهم هذا ارتفاع هذا الأصل، وكانوا رجعوا. يعني طبعا هناك الأنتيبيوتيك، يعني نحن لا نتكلم عن العلاج الطبي، لا نتدخل فيه، لكن أن نتكلم عن المناعة وعن نظام الغذائي الذي يساعد في العلاج. نحن لسنا ضد العلاج ولسنا ضد العلم، ولكن يجب أن نستعمل هذا العلم بذكاء، وأن نتعامل معها بذكاء وليس بجهل، هكذا نأخذ دواء ثم نأخذ الأشياء التي سببت لي. كاين أطفال ربما في الليل هذا الطفل يعني يرمي الغطاء، أو هذه الوسادة تكون عالية، أو أشياء هكذا، ويقع له تشنج ويصاب بهذه التعفنات. لماذا؟ لأن هذه البكتيريا موجودة على مستوى اللوزتين، تنتظر الظروف التي الملائمة لكي تنمو ثم تسبب هذه الأشياء. فهناك أطفال ارتفعت الحرارة في الليل ولم ينتبه الأب والأم، هذو الأبوين لم ينتبها للطفل، وارتفعت الحرارة، لأنه ربما تكون حالة خطيرة، حالة عرضية خطيرة، لما ترتفع الحرارة ربما يدخل في إصابة بالصرع من جراء هذا ارتفاع الحرارة، ويكون هناك يعني لا إله إلا الله، يكون هناك حالة يعني ليست.
فممكن أن يتجنب الناس العملية الجراحية إذا كان يعني طريقة ترشيد استعمال العلاج ممكن أن هاد الأطفال ألا إن شاء الله لا يزيل هاد اللوزتين هذه، مع الدواء يكون نظام غذائي طبيعي قوي كما قلت. الناس اللي قادرين يشريوا شوية من الصيدلية، من غذاء الملكة يباع في الصيدلية، هاد الأطفال هادو يعطيهم 200 ملي جرام حتى 300 ملي جرام، إذا كانوا كبار عليا 10 سنوات و11 ممكن يمشيوا حتى 300 350 ملي جرام، ليس هناك مشكل. الأطفال يعني ما دون السنة السابعة أو السادسة ممكن يمشيوا ب 200 ملي جرام عليا، قدر يعني قدر بسيط، ولكنه يزيد في مناعة الطفل. وبدون هذا النظام الغذائي الطبيعي وبدون شروط العيش العادية هذه لا يمكن، حتى ولو أخذ غذاء الملكات معه، لكن يجب أن تكون هذه الأشياء كلها أن تؤخذ بعين النظر إن شاء الله. وهناك ما آسف جدا أن هناك أمور بسيطة ممكن أن نتفادى بها عملية جراحية للطفل، ولكن كما قلت بعد عدم، وليس خطأ وليس تقصير، وعدم انتباه أو ربما جهل بالأشياء، أو ربما الناس لما يعني يأخذوا دواء من الصيدلية يقولوا لقد أخذت الدواء، يعني لا، هذا أخذت الدواء، ولكن مع الدواء يجب أن تبقى مراقبة هذا الطفل والاعتناء بالطفل. المراقبة والاعتناء والدواء يعني هي أمور ثلاثة وليس الدواء وحده، هناك من يعول على الدواء لوحده. أردنا أن ننبه فقط، أما هذه حقيقة الأمراض، التهاب اللوزتين ربما تأتي من أشياء بسيطة، أشياء بسيطة جدا ولا ينتبه لها الآباء، حتى إذا أصيب الطفل بهذا التهاب اللوزتين فممكن إن شاء الله أن يتفادى. على الأقل الأمراض ممكن تعالج، هناك أمراض طارئة، الأمراض الجرثومية تعالج، ليس هناك مشكل. أمراض الجرثومية يأخذ مضاد يعني، ولكن هذا إذا تكونت عنده الأنتيبيوتيكس، إذا كانت هذه الجراثيم أصبحت مقاومة فيكون هناك كارثة. يعني حتى الإيكولاي هي لا تسبب أي شيء، ولكن إذا وجدت في الكلية فتكون كارثة، أو وجدت في المتانة فتكون كارثة، لأن علينا على حسب الموقع الذي يوجد فيه جرثوم، وليس ايكولاي ما شريش ايكولاي ليس جرثوم خطير، ولكن اذا وجد في مكان غير مكاني فيصبح كارثة. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.